مساء الخير مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في المساء اليمني. 20 مليون من أصل 24 مليون نسمة هم عداد الفقراء في بلادنا، أي بنسبة زيادة 30% في عام واحد. كانت تلك المعلومات من تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا، إنه عام النكبة بامتياز، أو العام الأسود كما يطلق عليه متابعون. مع كل هذه المعلومات التي أوردناها والرقم المقلق لعدد الفقراء، يحق لنا أن نتساءل من السبب الرئيس لكل هذه النتائج الكارثية التي أثرت على حياة الناس في البلد، وكيف أن العملية السياسية التي تم الانقلاب عليها أثرت على العملية الاقتصادية. هل فساد الميليشيا وعام من الانقلاب كان سبب الرئيس للتدهور الاقتصادي؟ وهل العبث بالموارد والفساد المرتفع في شركة النفط وتدهور حركة السفن في الموانئ وسوء الإدارة واقتصاد الحرب له دور أيضا؟ تساؤلات نطرحها في حلقة المساء اليمني ليومنا هذا مع ضيوفنا عبر سكايب الأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات للإعلام الاقتصادي من القاهرة، وعبر الهاتف سينضم معنا من صنعاء الأستاذ مصطفى راجح الباحث بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، ومن القاهرة الأستاذة ريم ندى المسؤول الإعلامي في برنامج الغذاء العالمي، وكذلك من صنعاء الأستاذ محمد الأسعد الناطق الرسمي ليونيسف في اليمن. ولكن مشاهدينا قبل ذلك نذهب لمشاهدة هذا التقرير. 21 مليونا تحت خط الفقر في اليمن، تلك هي إحصائية البنك الدولي الأخيرة التي فاقمتها الحرب. معاناة إنسانية وأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد والبنية التحتية للبلد. تقول إحصائية البنك الدولي إن عدد الفقراء في اليمن زاد من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونا بعدها. وبينما يمضي الصراع في اليمن إلى أشده، يظل هذا الرقم مفتوحا وقابلا للاتساع على ما هو أخطر وأكثر فداحة من الفقر. فالحرب ليست نزهة كما يقول التاريخ. كانت الحكومة الشرعية قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة اقتصادية أوكلت إليها صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تؤمن التعافي الاقتصادي والاستقرار في البلد، غير أن ذلك لم يثمر حتى اللحظة. يعيش اليمنيون وضعا يزداد سوءا في ظل استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع وارتفاع نسبة البطالة واتساع رقعة الفقر. وعلى الرغم مما تعانيه الحركة التجارية في البلد من أضرار وتعطل الكثير من مواردها الاقتصادية وتلك المستوردة، وعلى الرغم من إسراف ميليشيا الحوثي بالحديث عن الحصار المضروب على اليمن، وخصوصا تلك المواد التي أصبحت تدر دخلا غير يسير عليهم كمشتقات الوقود التي أصبحت تباع في الشوارع بأسعار باهظة الثمن وبحماية منهم. بالبداية صدق المراوغات وصدق الأكاذيب التي خرج من أجلها أولئك الإنقلابيون، وكان شعارهم القرعة، إسقاط الفساد، محاربة الفساد. إلا أن ذلك أصبح محل تساؤل المواطن وهو يشاهد كميات غير قليلة من الوقود المنتشر في أغلب شوارع العاصمة تباع بأضعاف سعره الطبيعي. إن كان هناك حصار مضروب على اليمن، فمن أين يأتي كل هذا الوقود الذي يباع في السوق السوداء على مرأى ومسمع من الجميع؟ الإجابة عن تساؤله المتعب تأتي من موقع ميناء الحديدة ذاته، الذي تكشف تقارير عن حركة السفن والبواخر المحملة بالمشتقات النفطية والسلع والبضائع الأخرى التي تصل ميناء الحديدة والتي تناقض ما تقوله الميليشيا. ففي هذه الصورة توضيح لحركة السفن خلال شهر يناير التي أوردها موقع الميناء، وهو يوضح معاودة ميناء الحديدة لنشاطه التجاري كما يقول موقعها الرسمي. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، ونرحب بداية بالأستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ينضم معنا عبر سكايب. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا، مساء النور لك والمشاهدين الكرام. أستاذ مصطفى، بالتأكيد تابعت التقرير البنك الدولي وهو يتحدث عن وضع الاقتصاد بشكل عام عن الشرق الأوسط، ولكن يعني ما يهمنا هو حديثه عن الوضع الاقتصادي في اليمن. ما هي قراءتك لأبعاد تلك الأرقام التي وردت؟ في الحقيقة أنه تقرير البنك الدولي الذي صدر خلال اليومين الماضيين أكد بصورة واضحة حجم التراجع في مؤشر النمو الاقتصادي
في الشرق الأوسط ولا سيما في اليمن والدول التي تشهد حربا كما هو الحال في سوريا والعراق وغيرها، وتراجعت نسبة النمو أو توقعات بالنمو الاقتصادي من 3.8 إلى 3.2 حسب تقرير البنك الدولي، لكنه بالنسبة لليمن الحقيقة المؤشرات الاقتصادية كانت مفزعة للغاية، حيث تزايد عدد الفقراء من 12 مليون إلى 21 مليون، وهما يعني ما يشكل نسبة تزيد عن 80% من سكان اليمن الذين دخلوا في شريحة الفقراء أو الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وفقا لمؤشرات البنك الدولي لتقييم مستوى الفقر في البلدان التي يعمل في هذه المسوحات. وهذه النسبة في الحقيقة هي عالية جدا وتعكس فعلا الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي الصعب الذي وصلت إليه اليمن جراء الحرب التي تشهدها أو تشهدها معظم المحافظات اليمنية. وكانت سيناريوهاتها معروفة بعد أن تم بعد أن قامت جماعة الحوثي بالسيطرة على صنعاء وما تبعها من انطلاق عاصفة الحزم وغيرها ودخول معظم المحافظات اليمنية في حرب واسعة تسببت في كل هذا الدمار وتعطلت العملية السياسية وأصبحت لغة الحرب هي اللغة الموجودة في اليمن للأسف الشديد. نعم أستاذ مصطفى، يعني 20 مليون هذا الرقم بالنسبة لعدد سكان الجمهورية، ما الذي يشكله في علم الاقتصاد أن نقول 20 مليون مواطن يقعون في دائرة الفقر؟ هذا الرقم يؤكد أن ثلثي سكان اليمن أصبحوا في دائرة الفقر، وأصبحت المجاعة على الأبواب التي كنا نحذر منها منذ فترة. فعلا الآن هناك يعني أكثر من تقريبا بحدود 2 مليون يعني يعانون من الأطفال يعانون من سوء التغذية، وأكثر من 3 مليون عامل فقدوا أعمالهم سواء أصحاب الأجر المؤقت أو الأجر الدائم، وبالتالي هذا أضاف فقراء جدد بملايين الأعداد، وهذا يعني أن البلد مقدمة على حالة مجاعة، بل أنها بدأت ومؤشراتها في سوء التغذية ستكون على الجيل القادم، ومن الصعوبة بمكان تحديد أو حصرها الآن، لكن آثارها الكارثية بكل تأكيد ستكون على الجيل التالي وعلى الأجيال المقبلة خلال المرحلة اللاحقة. نعم. بكل تأكيد هذه المؤشرات تؤكد أن هناك تراجع في مستوى النمو الاقتصادي بالسالب، وصل إلى أكثر من 40% من الناتج المحلي، كما قلت فقد أكثر من 30 مليون من العاملين أعمالهم، وأيضا تم تدمير كثير من البنية التحتية والمصانع والمنشآت، ووصلت أو كلفة الإعمار كما توقع وزير التخطيط ربما تتجاوز 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة. نعم طيب أستاذ مصطفى، يعني نعلم أن البلد في حالة حرب وانقلاب وأيضا تدهور اقتصادي كبير يؤثر كل يوم على الوضع هناك، ولكن لو أردنا أن نجمل أسباب ما وصلنا إليه من تدهور اقتصادي بهذا الشكل، هل أجملتها لنا؟ باختصار الاقتصاد اليمني هو يعاني من إشكاليات كبيرة ما قبل 2011، وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت بالناس إلى الخروج للشارع والقيام بثورة 2011، ودخل الاقتصاد اليمني المتضعضع أصلا في حالة سماه أو شبهها مدير البنك الدولي حينها بأنه دخل العناية المركزة في عام 2012، وانحدرت كل المؤشرات الاقتصادية لكن ليس بمستوى ما هو حاصل الآن، وبدأ الاقتصاد الوطني بالتعافي عام 2000 نهاية 2012-2013 وبداية 2014، وكان هناك أطلق عليه أيضا مدير البنك الدولي أنه خرج من العناية المركزة وأصبح تحت العناية خارج إطار الخطر، لكن للأسف الشديد ما حدث من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء والتمدد إلى المحافظات الأخرى
وبدء حرب شاملة شملت المحافظات كلها، تسبب في هذه دخول الاقتصاد الوطني في العناية المركزة، بل أنه وصل إلى مرحلة الانهيار في كثير من قطاعاته الاقتصادية. بدأت مؤشراته في خروج أو رحيل معظم السفارات ومعظم المانحين، وبذلك خسرت اليمن ما كانت تأمله من الحصول على ما يقرب من 8 مليار دولار من تعهدات المانحين، وأيضا توقفت عملية الصادرات تماما. تراجع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية من 5 مليار دولار إلى حدود 2.8 وفق المعلومات الأخيرة، وهي معلومات وهي تقديرات وليست معلومات مؤكدة. كل هذه المؤشرات تؤكد، وأيضا ما ذكرناه سابقا من مؤشرات في تراجع نسبة الحصول على الغذاء، وأيضا نسبة الحصول على المياه وغيرها من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد الوطني وصل إلى أخطر مراحله، وأشبهنا وصلنا إلى ما على أبواب مجاعة كبيرة إذا ما استمرت الظروف الراهنة. نعم، اسمح لنا أستاذ مصطفى أن نأخذ معنا أيضا الأستاذ منصور راجح، وهو الباحث مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ منصور. يا مساء النور أستاذ منصور. بالتأكيد على ضيفك الكريم وعلى مشاهدك الكريم على الأستاذ مصطفى. أهلا بك أستاذ منصور. يعني برأيك أنت، ما هي دلالة هذه الأرقام التي صدرت عن البنك الدولي فيما يخص بوضع الاقتصاد اليمني؟ الأرقام أو الأرقام مفزعة. تكلم الأستاذ مصطفى عن مدى فجاعة الأرقام التي عنها البنك الدولي، والتي أيضا واضحة لكل من يتابع الوضع الاقتصادي. البلد واقفة اقتصاديا، القطاع الخاص في الخارج بشكل واقف، أيضا كثير من رؤوس الأموال خرجت، قطاعات معينة توقفت تماما كقطاع المقاولات، قطاع الصناعي، أعتقد باستثناء قطاع المواد الأساسية اللي ما زال شغال. هذه الأرقام بالإضافة لأنها مقلقة، لكن ما يقلق أكثر إذا استمر الحرب واستمر الوضع. الآن تكلمنا بالسبب الطبع أن الآن النمو الاقتصادي الآن أصبح سلبي بما يعادل كما قدرها البنك الدولي، طبعا لا يوجد أرقام حقيقية أرقام فعلية بسبب توقف معيشين كامل المؤسسة الدولة التي هي المسؤولة عن إصدار الأرقام أو إصدار أي إحصائيات. بدرجة ذكر البنك الدولي أن النمو السلبي بما يعادل 28%. نعم. استمر الوضع خلال هذا مكان 2015. استمر الوضع واستمر الصراع ايضا في 2019، التقديرات تقول انه سيكون النمو ايضا سلبي بما يعني اكثر من 40%. هذا سيترتب عليه نتائج كارثيه. اذا كانت الامم المتحده ايضا حذرت انه احتماليه حدوث مجاعه وما زلنا يعني نتكلم عن هذا النمو، اما لو وصلنا الى النمو السلبي اللي هو 40%، فاكيد ان هناك إذا ما زال باقي 3 أو 4 مليون لم يدخلوا خط الفقر، سينجوا أيضا إلى خط الفقر. طيب أستاذ مصطفى، برأيك أين هو دور السلطة الشرعية والحكومة في مثل هذه النقطة؟ سؤال موجه للأستاذ مصطفى أو إلي أنا؟ لك أنت أستاذ منصور. نعم، المسؤولية يتحملها الكل، يتحملها السلطة وأيضا تحملها سلطة الأمر الواقع في المجتمع وأيضا المجتمع الدولي. كما هناك في الاتفاق على تدريب القطاع المصرفي الصراخ، يجب أيضا أن يتجنب أجزاء أخرى، يعني كإرادة الدولة يجب أن لا يتم السطو على إرادة الدولة وأن تتحول إلى الخزينة العامة حتى تساهم في تسليم المرتبات ومبكر من ميزان الدولة. أيضا المجتمع الدولي، سواء الأقليمية أو المجتمع الدولي، يجب عليهم أن يكونوا أيضا بجدية نحو الوضع الإنساني، نحو الوضع الصحي اللي تدهور يوم بعد يوم. الآن قصص كثير من الأدوية من السوق. صحيح أنه بدأت وسائل الإعلام تركز على أدوية معينة كأدوية الانتشار الكلوي والأنسولين، لكن حقيقة هناك الآن تخوف كبير من القطاع الخاص من استيراد أو إنتاج الأدوية أو الأشياء الضرورية. هذه كلها أثرت جدا على تقديم الخدمات الصحية اللي تدفع يعني
في صنعاء كثير من المدن تكاد تكون لا ترقى الى ان يصنع عليها خدمات تسليم او تكاد تكون معدومه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك استاذ منصور راجح الباحث مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، كان التقرير قد استعرض ان موقع ميناء الحديده قد استعرض حركه السفن، نستعرض معكم هذه الماده، انت ابقى معنا ايضا استاذ مصطفى لمشاهده هذه الماده. إذن أستاذ مصطفى، يعني بعد هذه المادة القصيرة نتحدث عن الحصار الذي يتحدث عنه الحوثيون، يعني تتذرع الميليشيا بأن هناك حصار مفروض على البلد، ولكن موقع ميناء الحديدة استعرض خلال شهر واحد تقريبا كان عدد السفن 25 سفينة تحركت في الميناء، كيف تقرأ هذا المؤشر؟ أولا ما هو رأيك يعني بهذه الحركة، هل تعد معقولة في هذا الوضع، وكيف يعني نستطيع أن نقول هل هناك حصار أم لا وهذه السفن تتحرك؟ بعد أن تعرضنا المؤشرات مقارنة الأرقام لحركة الميناء عام 2015 مقارنة بعام 2014، هناك تقارب الحقيقة في نسبة وصول السفن، هناك تراجع محدود يصل تقريبا إلى حدود 20%، وهذا بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.